أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة التي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج. هذه أبرز عناوين اليوم. الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بنقل توأم سيامين يمني إلى الرياض لعمل فحوصات إمكانية فصلهما. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقف عددا من المتورطين بقضايا فساد بينهم لواء متقاعد. وزارة الموارد البشرية السعودية تعتمد العمل الجزئي والمرن ضمن نسب التوطين في نطاقات. ومن ملفاتنا المتنوعة في الرابعة أيضا، وزارة الصناعة السعودية تمهل كافة المصانع مدة عام للانتقال داخل نطاق المدن الصناعية. المرور السعودي يدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل الرخصة الرقمية من خلال منصة أبشر. وجه الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما. يذكر أن السعودية استقبلت أكثر من 108 حالات من نحو 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، فيما أجرت أكثر من 49 عملية فصل ناجحة، ما يجعل البرنامج السعودي أكبر البرامج حول العالم في هذا المجال. هذا وكانت والدة التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين قد وجهت نداء للملك سلمان بن عبد العزيز قبل أسبوعين للنظر في حال ابنيها الطبية وتقديم المساعدة الطبية لهما. انظروا إلى وضعهم، اليوم يوسف وياسين يبغون فصل، ساعدوهم جزاكم الله ألف خير. انظروا إلى وضعهم إنهم بحاجة إلى الفصل. أناشد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأناشد عبد رب منصور هادي وحكومته أن ينظروا إلى وضعهم، إنهم بحاجة إلى الفصل. في السعودية كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، من أبرزها إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين من وزارة الحرس الوطني لحصولهم على رشوة بمبلغ أكثر من 198 مليون ريال. وبحسب ما أعلنت نزاهة فإن قضايا الفساد قد شملت إيقاف عدد من الموظفين في وزارات وقطاعات حكومية مختلفة، منها الداخلية والخارجية والمالية والإعلام والتعليم. هذا وباشرت الهيئة قضايا فساد في القطاع الخاص، منها إيقاف موظف بنك حصل على رشوة من عملاء مقابل إنهاء معاملات تمويلهم. وأكدت نزاهة أنها مستمرة في رصد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، وأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. من الرياض ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين. سيد أحمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. قضايا رصدتموها بأكثر من 200 مليون ريال تقريبا، 11 قضية فساد حتى هذه اللحظة، منذ متى وأنتم تتابعون هذه القضايا وكيف استطعتم الكشف عنها أيضا؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. طبعا الهيئة تتابع كل قضية طبعا بحسب ملابساتها، بحسب ما يتوفر من معلومات ومؤشرات عليها. وبالنسبة لكيف توصلت الهيئة كشف القضايا، أود يعني التذكير أنه بعد دمج عدد من الجهات الرقابية والضبطية وجهات التحقيق والدعاء العام في جهاز واحد، أصبح ولله الحمد الهيئة لديها المزيد من الأدوات والممكنات اللي تم من خلالها رصد المعلومات، ويتم أيضا من خلال تحليل البيانات ودراسة المؤشرات. كل هذه تقود إلى كشف أو قادت إلى كشف الممارسات المنطوية على فساد مالي وإداري في القضايا اللي ورد فيها البيان وغيرها، وأدت إلى ضبط مرتكبيها. وهذا بحمد الله جاء بجهود الكوادر والكفاءات المؤهلة من المختصين بالهيئة. طيب. وكلهم يباشرون أعمالهم بمهنية وخبرة ومهارة عالية الحمد لله تحت إشراف مباشر من معالي رئيس الهيئة. هل انتهت التحقيقات مع المتهمين؟ لا طبعا التحقيقات لا زالت تجري في القضايا التي وردت في البيان، لا زالت رهن استكمال إجراءاتها.
وطبعا بمجرد ما تنتهي التحقيقات الهيئة حريصة كل حرص على أنها تنهي بأسرع وقت، وبالتالي وبعد انتهاء يصدر قرار اتهام بحق كل من يتوفر ضده أدلة كافية مؤيدة للاتهام، يتم تضمينها الأوصاف الجرمية للوقائع اللي ارتكبها والنصوص كذلك الجزائية اللي واجب التطبيق على الواقع، ثم فورا يتم إحالة المحكمة المختصة. المبالغ تقريبا بحدود 200 مليون إذا كانت الأرقام صحيحة يعني، أو صحح لي، هل استعدتوا كامل هذه المبالغ؟ طبعا المبالغ لم تستعاد كاملها، ولكن الهيئة معنية وقامت بالإجراءات اللازمة لاستعادة كل المبالغ اللي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، وسيتم استعادتها إن شاء الله بفضل الله. شكرا جزيلا لك من الرياض، انضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين. في السعودية بدأ يوم أمس ريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 4000 ريال لاحتسابهم ضمن برنامج نطاقات. ومن الرياض يلتحق بنا المهندس أحمد الشرقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مهندس أحمد مرحبا بك معنا على نشرة الرابعة. بداية، وش تفاصيل هالقرار ولماذا سيأخذ تنفيذ هذا القرار 5 أشهر حتى يدخل الحيز، حيز التنفيذ لدى الشركات؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكركم على الاستضافة، والشهر مبارك عليكم بإذن الله. طبعا خلفية هذا القرار يأتي من مواكبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمتغيرات في سوق العمل وسعيها إلى رفع جاذبية القطاع الخاص وذلك الباحثين عن عمل، كما تستهدف الوزارة من خلال استراتيجية سوق العمل والتي أطلقتها مؤخرا رفع كفاءة سوق العمل وما يؤدي ذلك من رفع مستويات التوطين. فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تم إتاحتها للقطاع الخاص، فهي أعطيت وذلك حتى يكون للقطاع الخاص فرصة للتأقلم مع هذا القرار ونتائجه التي نرجوها إيجابا بإذن الله. طيب، في ناس كثير بيسألون على مواقع التواصل، يعني أولا هل بداية تنفيذ هذا القرار تعني أن الشركات أصبحت ملزمة بهذا الحد الأدنى من الأجور لكل العاملين السعوديين لديها، أم أن الموضوع اختياري؟ طيب، لعله يمكن أعطي نبذة تاريخية عن ما تم في هذا الموضوع. كان الأجر الشهري اللازم احتسابه لدى المنشأة للعامل في القطاع الخاص 3000، وذلك حتى يحتسب بنسبة توطين أو نسبة واحد صحيح في برنامج نطاقات أو معامل نسبة التوطين. اليوم تم رفع هذا الحد الأدنى من الأجر الشهري من 3000 ريال إلى 4000 ريال، وذلك حتى يتم الاحتساب برقم واحد صحيح. المنشآت التي تختار أنه يكون الأجر الشهري لا يزال على معدل 3000 فسيتم إعطائها نسبة نصف أو 0.5 من معامل التوطين، فبالتالي يعني نفهم انه مش الزامي للشركات يعني، لكن من يريد ان يرفع نسب التوطين في نطاقات فيعني تكون هذه هي مبالغ الحد الادنى من الاجور. طيب، ايضا هذا فقط يسري على المنشآت والشركات الخاصه فقط؟ نعم صحيح. طيب، ايضا الشركات التي تخضع لبرنامج نطاقات ليش حددتوا 4000 ريال فقط مش اكثر من هذا؟ طبعا أو أقل. يعني احنا يعني اخذنا في الاعتبار الرفع اللي يكون مدروس وبشكل تدريجي من النسب القائمه حاليا. حتى لو تلاحظ احنا ما رحنا الى انه مثلا الاجر الشهري المحتسب 3000 يتم يعني اعفائه من او الغاء نسبه التوطين بشكل كامل عليه، فارتئينا انه يكون في رفع تدريجي الى هذا الحد. ايضا يعني هذا القرار يتم دراسته مع جهات اخرى معنيه فيما يتعلق ب خلينا نقول معدلات التضخم وتكلفة المعيشة وما إلى ذلك، فبالتالي هو يأتي كحزمة أو كنتيجة حزمة من الدراسات التي تتم بهذا الشيء. بالنسبة للشركات
اي بالنسبه للشركات الصغيره، هذا القرار ما تعتقدون انه راح يشكل عليهم عبء؟ يعني خصوصا انه احنا لسه في جائحه، في ظرف اقتصادي ليس يعني في 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 افضل حالاته طبعا، يعني اسوه بما يمر به كل العالم. طيب نعم صحيح، احنا يعني ننظر للامر من عده جوانب. الجانب الاول هو احنا اعطينا مثل ما تفضلت في بدل الحديث، اعطينا مهله تنفيذ اطول او مطوله نوعا ما، وذلك حتى يتم التاخر من شركات القطاع الخاص وبالذات المنشات الصغيره والمتوسطه منها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا ما يعني رفعنا بشكل تدريجي وبشكل مدروس مثل ما تحدثنا قبل قليل. النقطه الثالثه، يعني هذا الامر او هذا القرار له انعكاسات ايجابيه باذن الله على يعني يعتقد القدره الشرائيه للموظفين، رفع جاذبيه القطاع الخاص ايضا ورفع معدلات التوظيف. طيب. هذه كلها تصب بشكل ايجابي باذن الله في الاقتصاد. اخيرا، عندكم خطه تتعاملون مع اي تحايل قد يجري حول تنفيذ هذا الحد الادنى من الاجور، تحايل من قبل الشركات؟ نعم واضح. بالنسبه لعله يمكن هذا القرار هو فيه على ما يقولون سيلف بروتكشن، وهو يحمي نفسه ذاتيا، وذلك بسبب ربط برنامج النطاقات اساسا بقواعد البيانات لدى المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، فبالتالي جميع الاجور المسجله هي تدخل وتحتسب بشكل اسبوعي في دوره نطاقات لدى المنشات في القطاع الخاص. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ستتم متابعه مؤشرات الامتثال عبر ملاحظه تغيرات في معدلات الاجور، ايضا تحرك المنشات ضمن النطاقات المختلفه نتيجه لتطبيق هذا القرار، وايضا مراقبه معدلات التوظيف. هذا من شق. من الجانب الاخر، للوزاره ايضا يعني اذرع تقنيه مثل منصه مدد والتي تنظم عمليات اداره الاجور الشهريه، موضوع توثيق العقود، وايضا ربطها ببرنامج حمايه الاجور. كل هذه منظومه من خلينا نقول الحمايه التي تضمن التزام المنشات في القطاع الخاص بهذا القرار، وباذن الله احنا متفائلين بمدى الالتزام اللي نجده في السوق اليوم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات والتفاصيل من الرياض، المهندس احمد الشرقي وكيل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الرابعة مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل أيضا. السلطات الكويتية تقرر تمديد حظر التجول الجزئي حتى نهاية شهر رمضان. كيف تستقبل المملكة العربية السعودية زوار الحرم المكي في رمضان؟ ما هي الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية التي توفرها إدارة الحرم المكي لحماية المصلين والمعتمرين؟ من مكة تقارير خاصة من الأحد إلى الخميس ضمن نشرات الأخبار على شاشة العربية. هناك مكان فريد حيث تآلف الإنسان والطبيعة والثقافة معا لآلاف السنين. اليوم نفتتح الفصل التالي من إرث العلا لنعلن عن الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن، أكبر مشروع لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية في العالم. 5 مراكز متميزة تشمل 5 مواقع أثرية رئيسية و15 مرفقا ثقافيا جديدا لتصبح العلا أكبر متحف حي في العالم. انضم إلينا في الفصل الجديد من إرث مدينة العلا. مفترقات طرق كثيرة نقف عندها كل يوم، قضايا عالقة وأخرى تطفو على سطح الأحداث كل لحظة. نطرق أبوابا كثيرة وننظر في الوجوه باحثين عن إجابات لنعرف ما يدور حقا. سؤال مباشر مع خالد مدخلي، الجمعة 5:30 على شاشة العربية. حياكم الله من جديد. وجهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال كافة التراخيص والاشتراطات. وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الحصول على التصاريح المطلوبة خلال سنة فسيتم تطبيق الإجراءات النظامية
نقلها داخل المدن الصناعية أو الإغلاق، مؤكدة عدم إصدار أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج المناطق الصناعية ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي. إلى الكويت، حيث قرر مجلس الوزراء استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر رمضان. وبيّن مجلس الوزراء أن القرار سيخضع للمتابعة والتقييم بناء على مستجدات الوضع الوبائي في البلاد. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و896 حالة تعافٍ، وتصدرت العاصمة الرياض المناطق ب 438 إصابة جديدة، فيما شهدت الحالات الحرجة ارتفاعاً لتصل إلى 1087 حالة في إجمالي الحالات. لقي قرار جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المنطقة الشرقية بإلزام الطلاب حضوريا لأداء الاختبارات النهائية لقي ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ورافض. الزميل عبد الرحمن العصيمي التقى ببعض الطلاب إلى جانب مسؤول أكاديمي في الجامعة لبحث هذا الجدال المستمر. نشاهد. صدام قديم جديد بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المنطقة الشرقية وطلابها، هذه المرة حول قرار الجامعة بأن تكون الاختبارات النهائية للطلاب حضورياً في قاعات كلياتها. موقع تويتر لم يهدأ منذ أن أعلنت الجامعة هذا الخبر. هاشتاغ طلاب IAU يا أمير الشرقية تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات عبر آلاف التغريدات التي تطالب الجامعة بجعل الاختبارات عن بعد أسوة بالجامعات الأخرى. طلاب الإمام عبد الرحمن بخطر، هاشتاغ هو الآخر، لقي ردود فعل واسعة في منصة تويتر لا سيما بين طلاب الجامعة وبعض المهتمين بالشأن الأكاديمي. أغلب الجامعات في المملكة على رأس جامعة الملك سعود وجامعة الإمام في الرياض اعتمدوا الاختبارات عن بعد، لكن في جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل ما نتج قرار حيال هذا الموضوع. الاختبارات إلى الآن حضورية. في كثير من الطالبات قاعدين والطلاب قاعدين يحضرون وهم مصابين أو مخالطين لحالة تأكدت إصابتها، لأنهم خايفين ما ينعاد لهم الاختبار. مخاوف عدة عبر عنها الطلاب، على رأسها كثرة عدد طلاب الجامعة وكلياتها، ما يجعل تحقيق التباعد الجسدي صعبا للغاية وفق رأي الطلاب. الجامعة لديها خبرة سابقة وناجحة في إجراء الاختبارات الحضورية. في الفصل الماضي كان هناك اختبارات فصلية واختبارات نهائية كلها قيمت حضوريا وكانت يعني ناجحة ولله الحمد. أيضا الفصل الحالي كانت الاختبارات الفصلية قيمة حضورية ولاقت نجاح كبير ولله الحمد. إدارة الجامعة فتحت أبوابها لقناة العربية لتصوير إحدى قاعات الاختبارات، مؤكدة للعربية أن الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب. عبد الرحمن العصيمي من المنطقة الشرقية العربية. من الدمام ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، مرحبا بك معنا على نشرة الرابعة. عبد الرحمن، أنت زرت الجامعة وتنقلت بين خلينا نقول الفصول الدراسية اللي تقام فيها الاختبارات، وقل لنا وش شفت داخل الجامعة وردود أفعال الطلاب أيضا حتى على الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذه الأيام والأيام الاختبارات النهائية داخل الجامعات من الإجراءات الاحترازية وغيرها. أهلا نايف، فعلا هو جدال لا يزال قائم بين طلاب الجامعة وإدارة الجامعة التي أصرت على هذا القرار. يوم أمس الجامعة فتحت لنا أبوابها في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، صورنا القاعات. اليوم أيضا أنا زرت
كلية الآداب في حي الريان في الدمام. هذه الكلية هي التي تأتي منها الشكاوى، هي كلية مخصصة للبنات. طبعا المبنى من الخارج مهترئ للغاية. أيضا يوم أمس أعلنت بأنه اليوم سنفتح هذا الملف اللي سمعتها عبر نشرة الرابعة. نعم، الشكاوى بأنه أولا ليس هناك أمن يقيس درجة حرارة الطالبات والطلاب بشكل دائم، بعض الأوقات لا يكون هناك رجال أمن لقياس الحرارة والتأكد من تطبيق توكلنا. يوم أمس بعض الطالبات أتاهم تنبيه عبر تطبيق توكلنا بأن هناك حالة مصابة وحالة مخالطة لحالة تأكدت إصابتها. هناك أيضا حالة من الخوف بين الطلاب. الجامعة ما ردت على هذه النقطة تقرير نايف بأن إذا سمحت، لأن هذه نقطة مهمة كثير يعني كانت متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب اللي تأتيهم الإشعارات من برنامج أو تطبيق توكلنا أنه في حالات مصابة قريبة أو حتى مخالطة. الجامعة ما علقت على هالموضوع في زيارتك للجامعة؟ تواصلت مع الجامعة ليلة البارحة، التصوير كان يوم أمس يوم الأحد صباحا. كما شاهدنا في التقرير الدكتور غازي العتيبي وكيل الجامعة أكد بأن الإجراءات احترازية ممتازة للغاية. يوم أمس في الليل تواصلت مع الدكتور غازي وطلبت منه أن يظهروا على شاشة العربية للتوضيح أكثر والإجابة على أسئلة الطلاب وأسئلة المتابعين للشأن الأكاديمي. رفضوا الخروج وقال بأنه لا داعي وأنهم يكتفون في التصريح الذي ظهر خلال التقرير الذي عرض قبل قليل. طبعا هناك حالة من الخوف نايف، يعني لاحظنا بأن الطلاب الذين ظهروا معي في التقرير رفضوا إظهار أسماءهم، حتى كثير من الطلاب الذين تواصلوا معي أكدوا لي بأنه أرجوك لا تظهر أسماءنا. هناك حالة من الخوف، من العلاقة غير الودية بين الطلاب وبين الجامعة، مما لمسته أنا من خلال تواصلي مع الطلاب. حتى أن بعض الطلاب يخاف بأنه يعني لا يأتي إلى الاختبارات رغم بأنه خاف بعض الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، لأنه غير متأكد بأن الجامعة ستتجاوب معه وتعيد له الاختبار. في المقابل الجامعة فتحت لنا أبوابها وأكدت بأن الإجراءات احترازية على قدم وساق وجعلتنا نصور في بعض القاعات التي هناك فيها تطبيق إجراءات احترازية، لكن بمجرد خروجي من الكلية نايف لعل نعرض بعض الصور التي وصلتنا من بعض الطلاب عبر حساب تويتر وعبر اليمين. نعم، هذه الصور وصلتنا من الطلاب. أكدوا لنا الطلاب بأن صور صحيحة. هذه الصور عرضتها يوم أمس على المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في تجمعات للطلاب وما في تباعد. قال نعم المتحدث الرسمي نفى هذه الصور، قال أن الصور غير صحيحة ورفض التعليق عليها على شاشة العربية، لكن الطلاب يؤكدون لنا بأن هذه الصور صحيحة وأنها حدثت، حتى بعض الصور موثقة بتاريخ وموقع الجامعة. أغلب الشكاوى نايف هي تأتي من كلية الآداب والعلوم في حي الريان في الدمام بسبب قدم المبنى وأيضا عدم التزام الإجراءات الاحترازية. لكن بعض المباني التي زرناها يوم أمس هي مباني ممتازة ويتم تطبيق الإجراءات فيها بشكل كبير وفق ما وثقناه بكاميرا العربية. فهناك يعني عبد الرحمن باختصار أخيرا إذا سمحت لي، عبد الرحمن القاعات اللي أنت زرتها كم عدد الطلاب داخل القاعات؟ هناك قاعات فيها 20 طالب وهناك قاعات كبيرة فيها 40 طالب. يعني في قاعات فيها أكثر من 20 شخص. أكدوا لي عبر حساب تويتر قالوا لي في أكثر وفي عدم تطبيق تباعد. طيب شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على كل هذه المعلومات. من الدمام انضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. في مكة المكرمة تستقبل مراكز عناية الخاصة بوزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من خارج السعودية وبالتحديد من دول الخليج، وذلك قبل 6 ساعات من وقت أداء مناسك العمرة، حيث يتم التأكد من حالة التحصين حسب النوع المعتمد للقاح وتسليم كل معتمر أسوارة خاصة تحمل بياناته قبل توجيهه لنقطة التجمع المحددة له، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. من مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل العربية عبد الواحد الحميد. عبد الواحد مرحبا بك معنا على شاشة العربية. أنت في مراكز عناية كيف
يتم وتتم هذه الإجراءات أيضا في هذه المراكز؟ والصورة أيضا حولك إذا تقدر تورينا الإجراءات. نعم نايف، نحن في مركز عناية، تحديدا المركز الذي يقع في حي المسفلة في مكة المكرمة. هذا المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال معتمري الخارج للتأكد من الاشتراطات، للتأكد من اللقاح المعتمد، وكذلك لإعطاء الأسوارة المعتمدة التي تعطى خارج ولا دول الخليج فقط عبد الواحد؟ خارج المملكة، من لا من 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 جميع الدول خارج المملكة. يتم طبعا التأكد من اللقاحات، التأكد كذلك من الاشتراطات، وإعطاء الأساور الخاصة المعنية بتنقل هؤلاء المعتمرين منذ دخولهم إلى مكة المكرمة. على كل معتمر أن يأتي إلى أحد مراكز عناية قبل موعد العمرة بست ساعات لاتخاذ هذه الإجراءات بشكل سريع. هذا المركز نايف يعمل على مدار الساعة بلغات مختلفة، تقوم بخدمة المعتمرين من خارج المملكة. طبعا نايف نشاهد هذه الأسوارة التي يتم إعطائها للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، بحيث تسهل عملية دخولهم وخروجهم من المسجد الحرام. خلينا نشوف الصورة حولك عبد الواحد لو تتحرك الكاميرا أكثر، يعني هذه نشوف الصورة بشكل أوسع. نعم طبعا كما تشاهد هناك عدد من المعتمرين من دول مختلفة. هؤلاء المعتمرين يعني يقدمون إلى المركز قبل موعد عمرتهم بست ساعات للتأكد من جميع الاشتراطات، وكذلك أخذ الأسوارة لطبعا تسهيل عملية التنقل لدخولهم للمسجد الحرام في مكة المكرمة. نايف معنا مدير مراكز أو رئيس مراكز عناية منصور الطويرقي. أستاذ منصور، نبغى نعرف بداية كيف تقومون بهذا العمل في مراكز عناية؟ احنا نتأكد من أن المعتمر معتمرين الخارج أنهم يكون عندهم التحصينات كاملة، ونتأكد من وثائق المعتمدة من دولهم، من ثم نتأكد من الفترات اللي يرغبون فيها بأداء عمرتهم حسب الوقت والاحتياج، تمام، ومن ثم نصدر لهم البطاقة. طيب بالنسبة لمراكز عناية موجودة عندها خدمات عديدة غير هذه الخدمة، وش أبرزها؟ عندنا احنا 64 خدمة. الخدمات هذه تخدم قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وهذه الخدمات تقدم بتسع لغات. شكرا منصور طويرقي رئيس مركز ومراكز عناية على هذه المعلومات. طبعا كما تشاهد نايف هذا المركز يعمل على مدار الساعة، هناك كوادر بتسع لغات تقدم هذه الخدمات للمعتمرين القادمين من خارج دول المملكة. شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة، انضم إلينا مراسل العربية عبد الواحد الحميد. نبقى مع عبد الواحد الذي زار في وقت سابق مختبر الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة أم القرى، عينات نادرة من التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، حيث تم اختبار العينات باستخدام عدد من الأجهزة المتخصصة، ويجري عدد من الباحثين في هذا المختبر أبحاثهم الخاصة بالخرسانة، إذ يتم استخدام المختبر لأغراض بحثية إضافة إلى أغراض علمية. يحوي هذا المختبر عينات خاصة من خرسانة المسجد الحرام، حيث أقيمت الاختبارات الخاصة على هذه العينات في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من خلال معدات متطورة وخاصة بالمختبر، والذي يقع في جامعة أم القرى. بدأت فكرة تأسيس المختبر لما تشرفت جامعة أم القرى بالإشراف على تأكيد جودة الخرسانة بمشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام. طبعا كانت الجامعة عبارة عن طرف ثالث محايد لتأكيد جودة الخرسانة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. يعمل طلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة في الجامعة على إجراء أبحاثهم الخاصة في المختبر تحت إشراف أساتذة الكلية، حيث يستعمل المختبر لأغراض بحثية بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمشروعات الكبرى في مكة المكرمة. المعمل مجهز بأجهزة متطورة جدا على مستوى المملكة، يعني تستخدم الأجهزة هذه في المشاريع الكبيرة والضخمة في الدولة مثل مشروع مكة. أيضا أفادتنا في البحث في إنتاج خرسانات خاصة بحثية،
وفعلا وصلنا لنتائج مبشرة وجميلة في تطوير الخرسانة. يحتوي المختبر على معدات خاصة بالتكسير لقياس جودة الخرسانة بالإضافة إلى معدات لصنعها، ويحتفظ المختبر على عينات نادرة منذ بدء التوسعة الثالثة قبل 10 سنوات. من مكة المكرمة عبد الواحد الحميد، العربية. تسلمت وزارة الأوقاف السودانية حزمة مساعدات سعودية جديدة، وتضمنت المساعدات 100 طن من التمور السعودية قدمت للأسر السودانية لتلبية احتياجاتها خلال شهر رمضان. السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن جعفر أكد استعداد مركز الملك سلمان للإغاثة توسيع أنشطته الإنسانية في السودان خلال الأيام المقبلة. هذا وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح أن هذه المساعدات تأتي ضمن مبادئ الأخوة التي تربط الرياضة بالخرطوم. لطالما هم بيقيفوا معنا دائما وابدا في المواقف الإنسانية المشهودة في الدعم والمساندة، وده كله في إطار المحبة والسلام والإخاء فيما بين الدولتين الشقيقتين. الرابعة مستمرة تتابعون فيها أيضا. وزير الثقافة السعودي يكشف عن إطلاق مشروع لمسار الشعر العربي خلال الفترة القادمة. ومن أبرز أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، ولكن بعد قليل، أزمة إطلاق دوري السوبر الأوروبي تتصاعد بين الأندية والاتحادات ورفض سياسي لإقامته. الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بنقل توأم سيامي يمني إلى الرياض لعمل فحوصات إمكانية فصلهما. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقف عددا من المتورطين بقضايا فساد بينهم لواء متقاعد. وزارة الموارد البشرية السعودية تعتمد العمل الجزئي والمرن ضمن نسب التوطين في نطاقات. وزارة الصناعة السعودية تمهل كافة المصانع مدة عام للانتقال داخل نطاق المدن الصناعية. المرور السعودي يدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل الرخصة الرقمية من خلال منصة أبشر. حياكم الله. كشف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن إطلاق مشروع مسار الشعر العربي قريبا، وبين الأمير بدر عبر حسابه على تويتر أن المشروع يهدف لتطوير وتوثيق المواقع الواردة في القصائد الخالدة لعدد من الشعراء مثل الأعشى وزهير بن أبي سلمى وعنتر بن شداد وقيس بن الموح وغيرهم. مسجدا الزرقاء وستيرا التاريخيين شمال غرب العاصمة السعودية الرياض كانا ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الأولى، والذي أعادهما لهويتهما التي كانا عليها حيث بنيا على النمط النجدي التقليدي. نواف عزيز يواصل جولته الرمضانية على المساجد التاريخية. لا يمكن الحديث عن المساجد التاريخية في منطقة الرياض دون المرور على مسجدي الزرقاء وستيرة اللذين شملهما مشروع تطوير المساجد التاريخية والواقعين شمال غرب عاصمة السعودية، حيث تبعد محافظة شقرى التي يقع فيها مسجد ستيرة التاريخي بنحو 34 كيلومترا عن بلدة ثرمدة القديمة التي تحتضن مسجد الزرقاء التاريخي، ليبقى كل منهما شاهدا على تراث منطقته وحضارتها. طابع المعماري في هذه القرى وفي هذه المدن وفي الحواضر تتمثل في المسجد اللي هو الرمز الأول في أي مكان يعيش فيه سكان.
فنجد في هذه المساجد في الواقع محافظة على الأصالة المعمارية اللي ولدت ونشأت وتطورت في الجزيرة العربية. مسجد الزرقاء في بلدة ثرمدة الذي بلغت مساحته بعد التطوير 449 متر مربع ويستوعب الآن 180 مصليا بعد أن كانت طاقته لا تتجاوز 100 مصل قبل التطوير. لا يختلف كثيرا عن مسجد ستيرة في شقرة من حيث الحجم وأسلوب البناء الذي اعتمد نمط العمارة النجدية التقليدية، إذ بنيا اعتمادا على الطين والحجر وسقفا بخشب الأثلي وسعف النخيل. لكل من هذين المسجدين قصة تاريخية أحياها مشروع التطوير، فمسجد ستيرة التاريخي بمحافظة شقرة يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1356 هجرياً ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة. أما مسجد الزرقاء فيعود إلى أبعد من ذلك، فقد بني قبل نحو قرنين وبالتحديد في عهد إمام الدولة السعودية الثانية فيصل بن تركي، ليعاد بناؤه وتوسعته لاستيعاب عدد أكبر من المصلين بأمر من مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز. وقفة الرياضية مع عبد الله درويش. شكرا نايف، حياكم الله. للموجز الرياضي، أعلنت أنديتهم من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا رسميا عن مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي ورحيلها عن دوري أبطال أوروبا، ووافقت 12 ناديا على المشاركة في البطولة التي تنوي رابطة الأندية الأوروبية تنظيمها، وهي 6 أندية إنجليزية: مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، تشيلسي وتوتنهام، وثلاثتهم من إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، وثلاثة من إيطاليا هي أندية يوفنتوس، ميلان وإنتر ميلان، سيشاركون في البطولة. بينما رفض من ألمانيا بايرن ميونخ بطل أوروبا وبروسيا دورتموند المشاركة، فيما لم يحدد باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه بعد. في المقابل يعقد الآن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا اجتماعا بجميع أعضائه لدراسة الموقف وكافة التدابير التي تشمل اللجوء للمحاكم من أجل مواجهة خطط إنشاء دوري سوبر منفصل. وأكد ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الآن أنه لن يسمح للاعبين المشاركين في الدوري الجديد باللعب في كأس العالم وبطولة أوروبا ولن يشاركوا مع منتخباتهم، مؤكدا في ذات الوقت وقوف الاتحاد الأوروبي وعالم كرة القدم صفا واحدا في مواجهة المقترحات الجديدة. وأرسلت شركة إس إل كو الممثلة لبطولة دوري السوبر الأوروبي خطابا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، يدعوهما للتعاون مع إبلاغهما بقيام الشركة باتخاذ إجراءات قانونية. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية بي أي ميديا، فإن الخطاب أوضح أن الدعوى القضائية ستحاول التصدي للتهديدات بشأن استبعاد أنديتها ولاعبيها من البطولات الأخرى. وأكد البيان أن الشركة قدمت دعوى أمام المحاكم المختصة من أجل تأمين الانطلاق السلس وعمل البطولة بالتوافق مع القوانين المطبقة. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه سيبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، وأضاف جونسون في مقابلة له أنه سينظر فيما يمكنهم القيام به بالتعاون مع سلطات كرة القدم لضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليا، مشيرا إلى أن أخبار إقامتها ليست طيبة للجمهور ولا لكرة القدم في البلاد. إلى دوري أبطال آسيا، حيث تعادل الأهلي السعودي والدحيل القطري بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من المسابقة. الدحيل تقدم بعد دقائق من بداية الشوط الثاني عبر ميكائيل أولونغا،
وبدأ في طريقه للفوز، لكن عمر السومة خطف التعادل للأهلي في اللحظات الأخيرة. نقطة التعادل هي الأولى في رصيد الأهلي في المركز الثالث من مجموعته الثالثة التي يستضيفها في جدة مقابل 4 نقاط للدحيل. وحقق الهلال السعودي فوزه الأول وجاء أمام شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد. الفرنسي بافي تيمبي غوميز افتتح التسجيل في 14، ثم أضاف البيروفي أندري كاريو الهدف الثاني في 28. الهلال رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي يستضيفها في الرياض، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند نقطة. حصتنا الرياضية انتهت، عودة الآن إلى نايف الأحمر. تفضل نايف. في السعودية وفي إطار التحول الرقمي، دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين إلى تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد. الرخصة الرقمية تعتبر بديلا موثوقا يساهم في تسهيل التحقق من صلاحية الرخصة، وتغني عن حمل الرخصة الممغنطة، ويكفي أن يبرزها السائق عبر جهازه الهاتفي الذكي للجهات الرسمية والخاصة التي تطلبها. نشر حساب مغرد سعودي على تويتر مقطع فيديو يوثق أثارا لهطول الأمطار على جبال آجا بمنطقة حائل. نشاهد. والآن إلى أحوال الطقس مع زميلة بنان الجفري. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الاثنين نبدأها من السعودية، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول دخات رعدية من الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، تكون غزيرة أحيانا يترافق معها زخات من البرد ونشاط للرياح السطحية. وإلى العلا، الأجواء صحوة ومشمسة اليوم، درجات الحرارة تنخفض ليلا إلى أواسط العشرينات، نسب الرطوبة تقل عن 10%، وحركة الرياح تكون معتدلة. أما في العاصمة الرياض، الطقس صافٍ ودرجات الحرارة في أواسط المستويات الثلاثينية، تنخفض ليلا إلى المستويات العشرينية، نسب الرطوبة تقل عن 20%، وهناك نشاط على حركة الرياح قد يعمل على إثارة للأتربة والغبار. أما في السوداء، الأجواء لا تزال غائمة ودرجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية، تنخفض ليلا إلى دون 20%، نسب الرطوبة تقل عن 20%، وحركة الرياح متوسطة. أما في مدينة نيوم، الطقس مغبر ودرجات الحرارة تكون في المستويات الثلاثينية، نسب الرطوبة منخفضة اليوم بحيث تقل عن 40%، مع حركة رياح تكون متوسطة. أما في الكويت، الطقس صافٍ ودرجات الحرارة في أواسط المستويات الثلاثينية، تنخفض ليلا إلى العشرينات، حركة الرياح نشطة قد تعمل على إثارة للأتربة والغبار، ونسب الرطوبة تقترب من 30%. أما في الإمارات وتحديدا من دبي، الأجواء ستكون غالبا صافية ودرجات الحرارة لا تزال في أوائل المستويات الثلاثينية، تنخفض ليلا إلى أوائل العشرينات، نسب الرطوبة تقترب من 50%، مع حركة رياح متوسطة قد تنشط في بعض الأحيان. مشاهدين، بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. يمر القمر بخمس مراحل، وهي الهلال الجديد، التربيع الأول، الإبدار، التربيع الأخير، والهلال الأخير. وقد أطلق العرب قديما على الليالي التي يكون فيها القمر بدرا الليالي البيضاء، فلماذا سموها بهذا الاسم؟ المزيد من التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق. أرى بدر السماء يلوح حين فيبدو ثم يلتحف السحابة، وذلك أنه لما تبدى ورأى وجهك استحيا فغاب. الإبدار أجمل منازل القمر، والقمر يدور حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق، ويمر بخمسة محطات، ويمكث في كل محطة 5 أيام تقريباً. محطة الهلال الجديد، التربيع الأول، الإبدار، التربيع الأخير، ومحطة الهلال الأخير. وقمة إبدار القمر يسميها العرب بالليالي البيض، 13 14 15.
ويسمونها أيضا بالأيام الغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما فعليك بالأيام الغر 13 14 15. والغرة هي البياض التي تكون في جبهة الفرس، وغرة الشيء أوله. وأشهر منازل القمر عند العرب الإهلال، ففيه بداية الشهر ونهاية الشهر. وأجمل منازل القمر الإبدار، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. ختام الرابعة، هذه أبرز عناوينها. الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بنقل توأم سيامي يمني إلى الرياض لعمل فحوصات إمكانية فصلهما. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقف عددا من المتورطين بقضايا فساد بينهم لواء متقاعد. وزارة الموارد البشرية السعودية تعتمد العمل الجزئي والمرن ضمن نسب التوطين في نطاقات. وزارة الصناعة السعودية تمهل كافة المصانع مدة عام للانتقال داخل نطاق المدن الصناعية. المرور السعودي يدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل الرخصة الرقمية من خلال منصة أبشر. شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة، دائما العربية دوت نت لمزيد من الأخبار والمعلومات. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.